هذا حال. ولذلك أحبابي، هل الشيطان أقسم لآدم فقط عليه السلام؟ كم حلف لك مرة؟ كم حلف لنا من مرة؟ نوم شوي، عليك ليل طويل فارقد، أبشر أبشر بالخير. أو بعضنا إذا طالع من البيت وين صلي المقال؟ صلي قدام. جاء عند المقال قدام قدام قدام، وصل قدام طلعوا الناس من المسجد. خلك يا حبيبنا اللي قاعد أنت تستشير الشيطان. قدام قدام، هو الشيطان الذي يأمرك أن تسير في الأمام، هو لا يريد لك الصلاة أصلا. ولذلك يثغنعها عليك ليل طويل. لا فائدة في الحياة أيها الأحباب، ريحنا بعضا من يا أخي تنتحر، ريح نفسك، حيلة من الشيطان. إذا أتى الشيطان ويقول لك انهي الحياة، قل أنا معي يا رب، ومن كان مع الله لا يضيع، ومن حفظ الله فهو حافظ. لذلك الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه عن النار، وكما جمعنا في خيام الدنيا أن يجمعنا غدا في خيام من لؤلؤ مجوف. قولوا آمين أحبابي. وبسرعة، لأن الوقت الممنوح لي أتسابق معه، اليوم أتحدث عن أخطر عدو منذ أن أهبط إلى الأرض، وهو يشكل المنتخب. المنتخب الذي يشكله ليس منتخب لعب كرة قدم سلة، لا، منتخب يسير بهم إلى النار ويريد أن يغويهم، وأقسم بعزة الله ألا يدخل النار وحده. عدو خطير. أخبرنا القرآن أنه سيقعد من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. هذا العدو أغوى أبي وأبوك وأمي وأمك، حواء وآدم، حتى أخرجهم من نعيم الجنة. قلنا اهبطوا منها جميعا، اهبطوا بسبب ذنب واحد هو الذي وسوس لهم به. أنا وأنت كم أذنبنا من ذنب؟ أما نخشى أن نخرج من السعادة كما أخرج أبي وأبوك من الجنة؟ هذا العدو أقسم، وللأسف أقول أن قسمه محقق وأنه صادق في يمينه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مصطفين. الله يجعلني وإياكم منهم. نحن مع الشيطان هذا العداء الأزلي، وهو يعد فريقه ليسير بهم إلى النار ويتبرأ منهم في النار. ناداك ربك فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لذلك أحبابي، معظم الآن المشاكل على وجه الأرض، إذا أخطأ الواحد، تضارب مع واحد، طلق، قتل، أي قال الله يلعن الشيطان. يا أخي استعذ بالله من الشيطان، الشيطان ملعون، حاجز أوكي لجهنم، منتهي يسير إلى النار، لعنه ربه، طرده ربه. لذلك أنت ينبغي أن تلوذ بجناب الجليل حتى لا يوسوس، لا يكيد، لا يزين، لا يهون، لا يهول. ولذلك نحن في هذا اللقاء سأتحدث وإياكم معاشر الأخيار عن بعض حيله. الشيطان لو أتانا بثوب الشيطانية ما أطعناه، ولو قال أنا ترى إبليس وله قرون، بعضنا يقول الشيطان له قرنين وله نابين، لو جاك بهالشكل ما أحد أطاعه. لكن يأتيك أحيانا بثوب الناصح، ضع شوري، والله أحبك، والله أبغى لك الخير، تصدق؟ هو نفس القضية. فدلاهما بغرور، دلاهما، وسوس لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، كما وسوس لأبيك آدم وأمك حواء. هو شغال عليك منذ أن سقطت من رحم أمك. ولذلك يقال إن صراخ الصغير، الطفل إذا سقط من رحم أمه يكزه الشيطان فيصرخ ويستهل صارخا، لأنه يعده ألا يتركه حتى يكون معه في منتخب السائر إلى النار. وبعضنا في المنتخب مع الشيطان راس حربة، صدقون، ما يكتفي يصير احتياطي ولا يجيب كور، لا، راس حربة. ولذلك بعض الناس من الشر الذي كاده الشيطان صار هو ما شاء الله عنده معهد لتخريج أتباعه، حتى أن بعضنا الشيطان نفسه قال أنت والله وصلت إلى مستوى من الوسوسة والشر، أنا ما قلت لك هذا كله يا أخي.
ولذلك بعض الناس مسكين صدق الشيطان فأغواه أضله، وبعد ذلك يقول الشيطان اللي في السجون الآن اللي تطعنوا وقتل هذا ذاك وينتظر أن ينسف رأسه في ساحة العدل، وش يقول هذا القاتل؟ يقول الشيطان. اللي طلق امرأته يقول الشيطان. اللي لف عليك عند الإشارة قال لبك كانك رجال وقف، ها قال أنا رجال ولن أوقف، ها لكن إذا وقفت الله يحفظك. أطعت من؟ الوالد والوالدة؟ أطعت الشيطان. لذلك عند النوم شبابنا متى النوم؟ قبل صلاة الفجر بعشر دقائق أحلى نومة، يسكنك عسل النوم وتلقاه نشيط. يوم قرب الأذان بدأ يتثاوب، يا ولد يا ابن الحلال الله يرحم والديك ما بقى إلا عشر دقائق وأنا أمك، وهذه تقول وأنا أبوك وتكفى وأنا أخوك، ما حولك؟ والله ما أقدر، راسي يا أخي. مو براسك، إنه الشيطان الذي ثقل رأسك. ثم يستيقظ ماذا؟ يصلي صلاة الفجر مع الظهر أو مع العصر. أنتوا شفتوا واحد عاقل يخرج بالآن عندنا يقول عندي مقترح يا شبابنا في المدينة الشبابية، عندي مقترح، إيش رأيكم نحج في ذي القعدة حتى ما يكون عرفات زحمة؟ إيش رأيكم في المقترح؟ لو وجدنا واحد رايح يوم الخميس الجاي بكرة طالع وجدناه في عرفات يقول لبيك اللهم حجا، ولا يرمي الجمار فوق كبري الجمارات الله يحفظه لوحده يرمي مبسوط، ماذا نقول؟ خلص منها وروح المستشفى شهر على طول. كذلك لا تضحك عليه، اضحك على اللي يصلي الفجر مع الظهر، هو ترى اخوان هؤلاء، هو كلهم المفروض يحملون المكان هذا لأنه يعبد الشيطان. هو الذي أقنعه، هو الذي وسوس له، هو الذي احتال عليه. وبعدين يا شيخ ربك غفور رحيم، يعني أنت داخل الجنة الناس اللي يدخلها اليهود والنصارى، أنت رجال وبعدين أنت رجال فيك خير. حيل دمرت شبابك كثير من حياة بعض أبنائنا وبعض أنفسنا، ولذلك الشيطان خطورته. وساكن في الدور الثاني يا ليت، ساكن عند الجيران يا ليت، الشيطان يجري منك مجرى الدم. الشيطان لك من الجن من هو قرين لك، يوسوس لك، يغويك. وين مكان الشيطان أو القرين هذا؟ أين مكانه؟ الذي يوسوس في صدور الناس، هو في قلبك، هو في صدرك، أخطر منطقة في بدنك هو ساكن. وبعضنا الشيطان فالها مبسوط وناثرن المعاميل ويصلح القهوة وينوم، بل بعضنا الشيطان ما تزعلون علي لكن نص نبوي، بعضنا الشيطان وضع أذن بعضنا مرحاضا يقضي حاجته فيه. أسأل الله العافية. الصدقون. ولذلك الحبيب عندما قيل له إن فلانا طلعت الشمس عليه وما صلى الفجر ماذا قال؟ قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. يعني الشيطان عند بعضنا متكي تتكية يا شيخ مبسوط عايش جنة، لا صلاة يصلي، لسانه يتكلم، كل ما فتح اليوتيوب تقرأ تسمع تلاوة، قال له خلي عنك التلاوة، شوف اللي طالع على اليسار هذه، الصور هذه، اضغط المس انتعش، ادخل اغواء اغواء اغواء، ما حد حولك، ما شافك احد، خربها وقفل الباب ونسي باب الله. لذا أحبابي باختصار ونحن نتكلم عن الشيطان الرجيم الذي معنا يسير ويرى عوراتنا، من خطورته يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت في الحديث ويسكن القلب، لكن الله بشرنا وقال إنه خناس، يعني أن الشيطان إذا ذكرت ربك انخنس تقهقر. لو الشيطان إذا ذكرنا الله يزداد مصيبة، أو أنه لا ينخنس مع الذكر تسلط علينا، لكنه ضعيف. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كيده ضعيف. آية الكرسي تجعله ينحجب عنك ويقف ملائكة حتى تحميك، أذان إذا أذنت تولى وله غراط، الله أكبر، بسم الله ستر ما بين أعينكم وعين الجان أعين الجان، قول بسم الله ضعيف. طيب ليه تقوى هالأيام؟ لماذا فات العضلات علينا؟ لماذا فات الشنبات علينا؟ لماذا الشيطان منتشي هذه الأيام؟ تراه عايش هذه الأيام في لذة وسعادة. قل الذكر، قل الذكر وكثرة الوسوسة وعرض المنكرات. لذلك أيها الأحباب، وأنا أتكلم عن حيله، للأسف لازلت في المقدمة، مع عن حيله أن الشيطان الآن إذا أراد أن يغويك يأتي بثوب ناصح،
بثوب المشفق دلاهما بغرور وقاسمهما: أقسم لكم بالله أن الشجرة هذه تجعل لكم ملك ولا يفنى. ولذلك يقول بعض المفسرين: لماذا أكل آدم من الشجرة مع أن الله قد منعه وحرم عليه الشجرة هذه والبقية حلال؟ قالوا: سبب معصية آدم لربه وظلمه لنفسه أن الشيطان أقسم له. فما ظن آدم أن ما ظن آدم أن خلقا من خلق الله يحلف بالله كاذبا. عجيب، يعني لما قال أقسم لكم أني ناصح ما صدق آدم، قال آدم أصدقه، هذا حلف. ولذلك أحبابي، هل الشيطان أقسم لآدم فقط عليه السلام؟ كم حلف لك مرة؟ كم حلف لنا من مرة؟ نوم شوي، عليك ليل طويل فارقد، أبشر أبشر بالخير. أو بعضنا إذا طالع من البيت وين صلي المقال؟ صلي قدام، جاء عند المقال قدام قدام قدام، وصل قدام طلعوا الناس من المسجد. خلك يا حبيبنا اللي قاعد أنت تستشير الشيطان، قدام قدام، هو الشيطان الذي يأمرك أن تسير في الأمام، هو لا يريد لك الصلاة أصلا. ولذلك يثقلها عليك: عليك ليل طويل فرق. سأذكر أيها الأحباب بعضا من مكائد الشيطان، وعلى عجل. من مكائد الشيطان التقنيط من رحمة الرحمن. أنت ويا وجهك تدخل الجنة، هذا كلامه مو بنا طبعا، أنت نسيت شو تسوي يا أخي، استح على وجهك، الجوال اللي في جيبك هذا مراحيض كله زبائن يا أخي، أنت نسيت سويت البارح نسيت. فيبدأ يذكرك بالذنب ويقنطك من التوبة ويجعلك من اليائسين من روح الله، مع أن الله دعاك ومع أن الله وعدك، وعدك بالمغفرة، وعدك بالجنة، وعدك أن يبدل الذنوب حسنات. لكن الشيطان ما يذكرك بهذا، يقول أنت أنا لوني منك والله يا أخي ما أرفع يدي للسماء. يا أخي عيب عليك يا أخي، هي تلعبة تتوب اليوم وتنتكس بكرة، تصلي اليوم وتترك بكرة، ما بطل الدخان وبعدين تشتري كرز مهو بكبكت، ها أبي بطل الشيشة وبعدين تجيب لك ها راسين وثلاثة، يا أخي كلام وبعدين ما أشوف الحرام وكل يوم طايح في اليوتيوب، يا أخي عيب عليك والله لوني منك يا أخي أقزز هذا. أنت أصلا أنت وي وجهك ما يمكن تفرح بالجنة، خليك مع أهل النار، أنت مفحوص فحص دوري لجهنم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أخوان إنها حيلة يقنطك من الرحمة. ولذلك إذا أتاك يقنطك قل إن رحمة الله وسعت كل شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إيش جميعا، كل ذنوبنا تدخل تحت جميعا. ومن ظن أن رحمة الله لا تشمل ذنبا من الذنوب فقد ظن بالله ظن السوء. حتى الشرك بالله في الحياة قبل الموت يغفره الله إذا تبت منه بالتوحيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات على ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوسوسة الثانية أو الحيلة الثانية من الحيل هو اليأس من الحياة. ما تلاحظون كثر الآن التفكير في الانتحار، كثر الاكتئاب، كثر القلق. الأطباء النفسيين يقولون أن 70% وبعض النسب 65% من الذين يزورون العيادات النفسية، سؤال: هل فكرت في الانتحار يوما؟ ماذا يقول؟ هل فكرت في الانتحار؟ يقول نعم. وبعضنا فكر في الانتحار فترات، ما تسمعون المرأة تقول يا الله خذني وريحني، طيب ليتك إذا رحت عاد لله تدخل الجنة كان طيب. لكنه الشيطان الذي يريده ماذا؟ يقنطك. أفكر في الانتحار خلاص ما ينفع، ما في فائدة، هذا الشيطان يلعب عليك. ليه في فائدة ونص؟ لأنك لو تقول لا إله إلا الله هذه وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، ما في فائدة ليه؟ وبعدين المهم اللي في صدرك والضيق الذي تشعر به مفاتيحه بيد من؟ مفاتيح انفراج بيد الله، فإن مع العسر يسرى. الشيطان لا، ولذلك يجعلك تيأس من الحياة. هذا يأكل، هذه تشرب كلوريكس حول ولا قد، وهذا تأكل حبوب، وهذه وهذا يرمي نفسه من كبري، وهذا يربط حبل ويعلق نفسه في دورة المياه.
لماذا أقنعهم الشيطان أنه لا فائدة في الحياة؟ ريح نفسك يا أخي تنتحر، ريح نفسك، حيلة من الشيطان. إذا أتى الشيطان ويقول لك انهي الحياة، قل أنا معي يا رب، ومن كان مع الله لا يضيع، ومن حفظ الله فهو حافظ. لذلك إياك أن يقنطك الشيطان من رحمة أرحم الراحمين. أيضا من حيل الشيطان ثالثا التقنيط من المستقبل، وأن غدا شر وبكرة أعوذ بالله، الله يعين على اليوم وبكرة الله يعين عليها، وهلك الناس والناس ضايعين ومستقبلي ضايع. يقنطك من المستقبل أنه دائما في حادة زاوية، أو في زاوية حادة لا تستطيع أن تخرج منه، يضيق عليك. الوظيفة ما في وظيفة، ملف يا أخي الأخضر أدور في الدوائر ما لقينا وظائف. زواج ما الله ما يصير زواج، أنا ويا وجهي، هذا يقولون هم، وأنا هو وجهه هو، يقول أنا ويا وجهي أصير تاجر، ولا يا أخي فقر في فقر. وبعدين الحياة ظلم والناس ضايعين والناس هلكوا، هد الوضع الله يرحمه، الناس فيهم خير والحياة جميلة وغدا أفضل من اليوم، وترك عنك اليأس من الحياة والقنوط من المستقبل والرزق. فالذي يرزقك رزق الطير ورزق النمل، هو العظيم هو الرزاق. يأتي الشيطان يقول ما في فائدة. ولذلك بعض الشباب الآن لأن ما لوجد وظيفة خربها، الله يجزاه خير، خربها مع الناس كلهم، تغيرت أخلاقه مع أمه ومع أبوه ومع العالم. يا أخي طفش، يا أخي الواحد يسكن السجن أفضل. ليه يا أبوي ليه ليه؟ يا الله يجزاك خير، الله رزاق ذو قوة متين. الذي رزقك في بطن أمك، رحم أمك يا أخي 9 أشهر، أنت من اللي يرزقك؟ أنت شفتوا واحد في رحم أمه طالب من كودو؟ الله يجزاكم خير. من وين أتاك الرزق هذا الذي تقاطر عليه؟ اللي تقاطر عليك هذا الرزق هو الذي رزقك في رحم أمك يرزقك، ومعك الثانوية العامة يا أخي، معك ثانوي ورجليك ما شاء الله طوال، وجزمتك 43 مدير 40 وعقال ومشخص، ولا يرزقك؟ والله يرزقك، لكن حقق التوكل وانكسر بين يدي واستغفر عن ذنبك. الشيطان ما يقول لا، قال أصلا بكرة ضايع، وبعدين أنت الأسهم تسقط والبترول بينزل، وما أدري والله الناس في حروب، ويمكن لا يقولون بيجينا زلزال 17 على مقياس رختر، مع الرختر 7 لكن هذا زايد 10 من عنده، لأنه محبط يائس طفشان. من اللي أو من الذي ضحك عليه ومن الذي احتال عليه؟ هو الشيطان. بكره دائما ايها الاخيار، بكره دائما افضل، لان معنا رب، واللي رعانا اليوم يرعانا بكره، واللي اعطانا اليوم يعطينا بكره، اللي معه اب ما يضيع في الحياه، فكيف اللي معه رب؟ لذلك كن مع الله وكن معه، تاتيك الارزاق من حيث تدري ومن حيث لا تدري، لكن اياك ان تطيع يا ايها المؤمن ان تطيع الشيطان في تقنيطك من الحياه. ايضا من حيل الشيطان الغضب. بعض الشباب الآن يقول لي يا شيخ أنا على طول إتش، أبلغ درجة الغليان في ثواني، أنا نفسي واصلة لين هنا. بسم الله عليك، لا أنزلها. طيب لا، راكب على خشمه الله يجزاك خير، وأنا لو الذبان كذا تدورها أسوي حرب عالمية ثالثة عشان ذبان. أنت باختصار منت لست غضوبا، أنت يرافقك الشيطان ويجري منك مجرى. ترى كل واحد منا في جريان الدم في شياطين، شيطان هذا القرين، خلوكم معي يا أحبابي، الشيطان يجري منك. بعضنا يمشي 120 ما يمكن يجيب الساهر، هذا يمشي 120، وبعضنا أحبابي يمشي الشيطان في عروقه 280، نسأل الله العافية، مكيم ما حولك يسرع. ولذلك إذا رأيت الغضب، دائما الغضب قرين الندم، والشيطان لماذا يخليك تطلق وتضارب وتبصق وتلعن وتشتم وتقتل لأنه يجري منك مجرى الدم. فمن حيله خليك رجال وخذ حقك. معظم اللي الآن إذا لفيت عليه ولا شيء إيش يسوي؟ يجي يسرع ويجي على يقول لبق يمين وينزل العقال ولف العقال، ولا طلع سلك المكوى، ولا لي الغاز، ولا العجرة، ولا المشعاب. من الذي أوقفه؟ هو الشيطان. أحد الشباب في منطقة من المناطق أذكره يوما وقف عند الإشارة، واحد شايب رجل يعني عمره 60، وكان راكب سيارته يمكن أخطأ على الشاب، فنزل الشاب ومعه عصا، وهذا الرجل أكبر منه وأقوى منه، لكنه أغلق السيارة.
لما أقبل هذا قفل ورفع له. فكان الشاب بالعصا يقول إن كنت رجال انزل. قال من قال لك إني رجال؟ الله يحفظك. غلطان في النمرة يا شيخ. من قال لك إني رجال؟ أنا ما يب رجال الله يجزاك خير. فلما خرج وقف عند المسجد اللي كنت سألقي فيه المحاضرة فقبلت رأسه قلت والله أنك رجال لموقفك هذا لا يستطيعه إلا الرجال. الشيطان ماذا كان يقول لذاك؟ أضربه افتح رأسه. وهذا لأنه قد ملك أعصابه ودحر شيطانه وأوقف وسوسته. كان لي الحبيب يقول ليس الشديد بالسرعة إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن منها الغضب من حيل الشيطان. خذ حقك خليك رجال. وكل واحد منا أحبابي في مواقف الحياة جاه الشيطان قال ارجع 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 أدبه أعطى درس صح ارجع والله انت برجال حاشاكم. يعني هو يقول الشيطان لوك رجال والله ما تخليه والله ما تتركه. ارجع أدبه لف عليه اضربه بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك بعدها إذا كلبشوه وحطوه في سجن التوقيف من خلف الباب طلعوني. لا يا حبيبي طلعك الشيطان اللي وسوس لك. ولذلك أحبابي إياك أن تطيع حيله. خالف هواك واكسر نفسك التي يهزك الشيطان فيها أزا. أيضا من حيل الشيطان جرب ولا تواصل. سيجارة واحدة عطر أنفاسك وسع صدرك راسم عسل يا ابن الحلال. ها سريلاك والله ما دريت أن السريلاك في إلا تالي سريلاك الأطفالنا وهذول حطوه يدخنون واشرب وسع أول كأس أول زجارة أول جرب. ها وهذه الدمار. كل من دخل مع قول الشيطان من حيله جرب. وكل اللي الآن يسوقون جهنم ويسوقون الرذائل على أبنائنا جرب مرة واحدة ثم بعد ذلك تكون التجربة الأولى ثم يكون أسير الشيطان العمر كله. فدعوة إياك وحيله. وأيضا من حيله الاستحياء من الرفقة الفاسدة أن يوقف منكرا قد روج. يعني بعضنا جالس وفي شاشة والشاشة فيها غواني ولا فيها صور إباحية ولا غيره جالس معهم يناظر من تحت شف شف قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله الشيطان. طيب استغفر الله اطلع الله يرحم والديك اخرج. هؤلاء قنابل موقوتة قنابل قاذورات من الشيطان. وش استغفر الله استغفر الله واتركهم فهم يخوضون في الشر. بعضنا يأتي الشيطان بحياء يقول هذا ربعي خاف يقولون يا بزر يا طفل استرح جرب ان قايلين لك يا اخي اجلس. ولذلك ما يرقق الشيطان في قلوب بعض الشباب من استخدام المنكر الاول سببه كان حياء. انت ليه وقعت في اللواط؟ ليه وقعت في الزنا؟ ليه وقعت في المخدرات؟ ليه وقعت في السفر المحرم؟ لماذا دخنت؟ لماذا شيشت؟ والله اذكر المره الاولى يا شيخ اذكرها كاني اراها. دخنوا وانا موجود وكنت أشغل المساحات أكح ها يكح وهم ينفخون في وجهه كح كح كذا. وفي النهاية قرب البكت واحدة يا جرب وجابوا صور ها وقالوا شف شف من اللي يحبه قلبك. الله يهدي قلبك يا ولدي من الصور الشينة. يقول فرأيتها وابتسمت تقول أعوذ بالله وها ولا زلت معهم. وبكرة دقيت قلت أنتم مجتمعين وين؟ الله أكبر. بدأ بعد التجربة الأولى صار يدورهم هو وصار يبحث عنهم. هي حيلة الشيطان التجربة الأولى أو موقف الخجل الأول من رجولتك وإيمانك. إذا تمت مراودتك على ثوابتك وقيمك فانتفض وقل لا واخرج من المكان لأن هذا المكان ملوث. أيضا من حيل الشيطان تزيين اللذة العاجلة. أكرمكم الله هل في اللواط لذة؟ هل في الزنا متعة؟ بل هل في الدخان لذة؟ هل في الشيشة لذة؟ هل في إزالة العقل لذة؟ واحد من التائبين من الإدمان يقول كنت حشش تكرمون حشيش يقول فكنت أشعر أحيانا بنشوة. مرة كنت جالس وكنت أشعر بأنني ملكت العالم وأن العالم أمامي كلهم شعوب لي وأنا الحاكم الآمر وكنت ماسك كأني ماسك عصا أو سيف. فلما استيقظ إذا أنا في الحمام وماسك السيف. أسأل الله العافية والسلام. لذة كاذبة لذة مزعومة
مسكين هذا الحبيب الذي در هذا اللي يقولون يقلب راسه على غير هدى. لذلك اللذة العاجلة يا مؤمن هذه لذة بعدها حسرات، لذة بعدها الندامات، لذة بعدها تكون أسيرا للشيطان ولرفقة الشيطان. لذلك إياك أن تتذوق لذة الحرام. أكرمك الله، أيأتي الإنسان مراحيض الغواية وزبائل الأخلاق ويترك الطهر والنقاء؟ أيستوي من يضع السيجارة أو المعصية كمن يضع الطهر في فمه سواك يرضي به ربه ويطهر به فمه؟ لا يستوون. لذا اللذة المزعومة اللي بعض شبابنا ضاع لأجلها، يبحث عن لذة تعيش 5 دقائق لذة لكن 50 ليلة في ذل وهوان. بعضهم لذة ال5 دقائق حكم بسببها 5 سنوات، صحيح؟ وراح عمره وراح شبابه. فاحذر أيها الحبيب من لذة مؤقتة تعقبها الحسرات. من حيل الشيطان تثقيل الصلاة، وذكرت في المقدمة إذا نام الإنسان عقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد، وكل عقدة عليك ليل طويل فرقد. وترى يا أحبابي العجيب، الشيطان يقومنا لمواعيد الطيران، صحيح؟ عندك رحلة قبل الفجر بساعة، تقوم ولا ما تقوم؟ عندك اختبار فيزياء يوم الأحد، تقوم ولا ما تقوم؟ سبحان الله، نقوم للطيران ونقوم الله يحفظكم له، ونستيقظ للاختبارات ونستيقظ للدوام. طيب لماذا لا نستيقظ للصلاة؟ لأن الشيطان لا يريدك أن تقوم، ولأنه يجعل اللذة في عينك. ولذلك الكسل، والكسل كل الكسل قبيل الطاعة. فمن حيل الشيطان أن يقنعك أنك لا تستيقظ للصلاة. وترى بعض الشباب الآن يقول والله عجزت أقوم. والله يا ولدي لو أنك تبغى تقوم أن تقوم، ولو أن الصلاة في قلبك عظيمة والله تستيقظ. والله لو كنت تحب الله حبا كاملا والله تستيقظ، لكن نقص معين الحب ونقص معين الخوف. ولذلك الشيطان بال في أذن بعض الناس وعقد العقد. ولذلك إذا ذكر الله، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، وإذا توضأ انحلت عقده، وإذا صلى انحلت عقده، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ما تلاحظون الصباح يا أحبابي، الصباح معظم الناس تجدهم في الصباح كيف حالهم؟ مكشر، شارب سط الليمون، مد براطمة، تقول واصلة هنا لين يفطر قلابة في 9:00، يبدأ تتفكك هذه الأسارير. سبحان الله، الصباح أجمل ما في اليوم صباحه. لماذا نحن نكشر؟ بعضنا يكشر لأنه ليس في ذمة الله، ولأن آثار عقد الشيطان لا زالت فوق رأسه، ولا زال أذنه ملوث بماذا؟ ملوث بنجاسة الشيطان. ومن حيل الشيطان أيضا أنه يعبث بقلوب بعض عباد الله خاصة الشباب، فيعقد بينهم صداقات تنتقل منها إلى التعلق ثم الإعجاب ثم الحب ثم مراحل من الانحراف. انحراف الإعجاب اللي موجود بين بنت وبنت وولد وولد، وانحراف بين الذكور مع الذكور وغيره. الشيطان يأتي يقول هذا حب نقي، حب على وضح النقا. وين وضح النقا؟ أنت لو واحد أحدهم يقول يا شيخ أنا أحب لي بنت، يا طايح في حبها يا شيخ، والله ما طلعت منها أبدا، والله يا شيخ بس أحبها أنا، هي الأكسجين في الحياة. قلت وش رايك تتصل على أخوها وتخبره أنك متعلق بأخته وأنك تكلم أخته، تقدر؟ قال أعوذ بالله من الشيخ. كان يتغير مع تضاريس وجهي وجغرافيا رأسي، تصير المنخفضات مرتفعات والمرتفعات منخفضات. قلت أنت عاجز على أن تخبر الخلق عن هذه العلاقة. أنت يا مؤمن ضحك الشيطان عليك فجعل الحب والرابط الكاذب، الحب البريء المزعوم. ما في حب بريء إلا بعد الزواج، قبله حيلة من حيل الشيطان. فإما أن تطيع الشيطان، ولذلك البعض منهم تعلق ذكر بذكر وأنثى بأنثى. حتى الشيطان ضحك على بعض النساء فاسترجلنا، فصارت اللي يسمعهم الآن بويات. أنا ظنيت البويات الدهان، صارت بويات جمع بوي ولد.
والله يشفي بناتنا اللاتي انحرفت عواطف مع عواطفهن وعقولهن والأفئدة. أي كيد للشيطان قلب الفطرة وقلب اللذة وقلب الميل. لما انقلب ميل قوم لوط عليه الصلاة والسلام قلب الله قراهم ودمرهم وزلزلهم. الانتكاس في الفطرة سببها طاعة للشيطان وحيلة في البداية. ولذلك النظر، الإيمان الآن مدمن النظر إلى المرد، ينظر إلى الأمرد ثم يعيد النظر، خلاص الأولى عابرة، الثانية سجلت في سجل الزيارات عند الشيطان الرجيم، سجل الزيارات، بعد ذلك تصير مشترك معه في القناة، ثم بعد ذلك يوسوس لك بخطوات، ثم بعد ذلك تقع في الجريمة. إياك وحيلة الشيطان في انقلاب الفطرة. والنظر، النظر المسموم أو الحب اللي يسميه بريء لا براءة مع الشيطان. الشيطان يبسط لك القضية في البداية ثم يتخلى عنك حتى يراك في النار، نار الشهوة، نار الشبهة. أيضا من حيل الشيطان أني سأتوب، يقول الشاب أو الشابة سأتوب لكن مو الحين، خلني أكبر شوي يا شيخ، توني صغير، عمري 18 19 20 25. ولذلك يعني يمدي يا أخي تسكر علي من الحين، خليني أتنفس، خليني أعيش حياتي، خليني أفلها يا شيخ، أنت بيني من الآن. فلت الشيطان، أنت إذا فلت انفليتها في شبابك، انفلت في كبرك. ولذلك من أكبر محية للشيطان إقناع بعض الناس أن التوبة لم يحن توقيتها، وأن الأيام القادمة طويلة ويمضي عليك. إذا صار عندك 40-50 عمرك بعدها يا أخي خلاص قصر توبك، أرخي لحيتك، رح للمسجد، خذ عمره، خذ حج. وما علم المسكين أن مع أول جلنط ما أخذها لفة كذا وهو رايح للبيت سحب الجلنط، ما فتح الجلنط، دخل في الجدار، طاح الجدار عليه، مات، الله يجعله في الجنة. راح وراح ما صلى، وراح وهو يريد أن يعيش، لكن الله ما أعطاه في الدنيا مولة. لا تطع الشيطان. أتوب غدا. لو أنت الآن جالس أمامي وأنت تعرف من نفسك منكر ولا تعاهد الله الآن على التوبة منه، تأخير التوبة من الساعة هذه إلى غدا ذنب يحتاج إلى توبة جديدة. تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة، فاحذر من التسويف. أيضا من حيل الشيطان أنا حر. في واحد منا حر يا أخوان؟ يا أخي أنت عبد الله يحفظك لربي، أنت عبد لله، فكيف تكون حر؟ أنت خلقت نفسك، أنت اخترت شكلك، جنسك، جنسيتك، وطنك الذي هذا الذي شق سمعك وبصرك، أنت حر مع ماذا؟ لذلك يقول الشيطان يقول أنا حر، أدخن، أغازل، أسافر، أعصي، ألعن، أنا حر. يا عبد لا تقل حر، لأن حريتك هذه المزعومة تخرجك عن عبوديتك لله الحق. أنت حر، لا نأمرك إلا بما تطيق، أنت حر، لا تفعل إلا ما متكلف به شرعا، حر ألا أن ترد الظلم عن نفسك، لكن حر تعبد الله على هواك؟ لا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ اللي يقول أنا حر ويعصي الله، هذا اتخذ نفسه وهواه إلها من دون الله وأطاع هواه. ولذلك معظم الذين فقدوا مستقبل الآخرة، الذين أعطوا أنفسهم الراحة وفتحوا الباب وعلى مصراعيه للشيطان يفعل ما شاء. أنت عبد لله. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. كونك عبد لله هذا عز وشرف، عبوديتك للخلق ذل ولله عز. ومن حيل الشيطان أيضا إشغال بعض الشباب والفتيات بشكله العام. ترى بعضنا يجي الشيطان وش يقول؟ خليك معي، يقول شكلك غلط، استغفر الله العلي العظيم. ولذلك بعضهم يقعد عند الحلاق ساعة ونص، شفط وتنظيف وسمكرة وبوية ودهان، والله ما أدري. حتى بعضهم يعني بعضهم يقول لي يلعبت ببعض تفتيح بشرة، تليين بشرة، حتى إنك لتعجب أن بعض الشباب وهو يقف أمامك تنظر إليه من الخلف، كيف الحال يا نورة؟ طلع حمودي.
وهذه مصيبة أحبابي، يعبث الشيطان ببعض شبابنا فيذهب إلى درجات عليا من التمييع، وبعضهم يسوي له ولا ماذا يقول الشيطان؟ ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير خلق الله، انتوا شفتوا واحد معاه كامري مركب شبك حراثة، هذا كامري شبكة حبيب كذا جاي شبك حراثة ولا قلابي؟ قال والله حركة يا شيخ، والله مين بحركة، انت اللي منحرف. هذا بعضهم يقول الشيطان ازل لحيتك وعدل في شكلك، وحتى بعض الشباب لحيته مرة طالعة فوق ومرة نازلة تحت ومرة داخلة تحويلة ومرة طالعة فوق، وتلقى بعضهم يجعد. لماذا يا ابنائي؟ لماذا ايها الابناء؟ وبعضهم الشيطان من حيله يقول انت المفروض تسوي كذا حتى يلتفتون الناس عليك، غير في شكلك، غير في هندامك، ولابس بنطلون وانتم بكرامه طايع ولا راقي ولا ضايع، وسلاسل ومسكين وخماخم وخواتم شاذه وشعر مجعد. وحتى بعضهم والله لو ان مسلما قام من النوم فنظر اليه ان يجي سكته قلبيه فورا. لماذا؟ هل هذا خلق الله؟ هذا مو خلق الله، عبث به، عبث هو بخلق الله. لذا أحبابي أنا قالوا لي، أنا عندنا الآن من حيل الشيطان سأختم في دقيقة، أدخل إشارة لكم يا أهل هذا الملتقى الجميل. أيضا السفر طريق الفلة، بعض الشباب الآن يجلس مع رفيقه يقول أنت هنا في جدة؟ الله ما شفت لنا، ما شفت السعادة، فيز ونطلع ها ويغمز باليمين وبعدين يختم باليسار، نطلع برا والله أنسيك نفسك يا شيخ، أنسيك عمرك. يعني هذا الفاجر مندوب الشيطان في تسويق جهنم يعده أنه إذا سافر في السياحة يبحث عن الهوى للهاء. ولذلك من حيل الشيطان أننا في بلدنا مكتومين، لا والله بلدك بلد التوحيد وبلد الفلة والخير والحياء والإيمان. إذا كنت تذهب بخارج لكي تفجر، الله لا يجيب الفجور لنا، وردك الله إليه ردا جميلا. فلا تطع من أرادك. شاب من الشباب ذهب خارج المملكة وأتت وحدة تراوده وقد عاهد أمه ألا يخطئ، مع أنه مفروض يعاهد ربه. يقول فلما أتتني امرأة قالت أنا أبذل شبابي وجمالي مالي وبهالك، قال لا أنا والله للأسف ما أقدر. قالت ليه؟ ما أحد يشوفنا، إحنا وحدنا. قال الصحيح علمك الصراحة، يبغى يطردها، أنا مصاب بالإيدز. هو ما في شيء. قالت بس أنا مصابة من 3 سنوات بالإيدز وما في شاب جاني إلا أتيته مجانا، أعوذ بالله. قال فحفظني الله وعلمت أن حفظ أوامر الله. كان الشيطان يدغدغه يزين له لكن الله عصمه. من حيل الشيطان أيضا أنه يعتقد بعض الشباب أن أمه ووالده هم أحد أسباب تعاسته في الحياة. كل ما أقول لأمي شيء تقول لا، أقول لأبوي شيء لا، أعطوني جوال لا، سيارة لا. يا أخي أنا مظلوم في البيت، أنا يا أخي ما فهموني. الله أكبر، يلي صار كأنك ما لكيف ما فهموك؟ أنت صبرك على أبيك وعلى أمك، صبرك عليهم جهاد، برهم. لا يأتيك الشيطان، بعضهم ما يسلم، صدق ما يكلم أبوه من سنة، بعض الشباب والله بعضهم ما يكلم أمه عشان طلب مصروف، طلب 500، طلب قطة، طلب سفرة، طلب رفضوا. لا يضحك عليك الشيطان، فتهجر أمك حلوة اللبن أو والدك بوابة السعادة، إياك. مهما عملوا لو ضربوا ظهرك، لو أخذوا مالك، لو يبقون أصحاب المعروف لك عليك بعد الله. أيها الأحباب، الحيل كثيرة، لكن أختم بحيلة وبعدها نطالب الأحبة بما عندهم من مفاجأة. من حيل الشيطان أن يمنع بعض عباد الله أن يذوقوا لذة التوحيد، وأن يبدلوا دينهم الكفري إلى دين الإسلام الوارث الظلال الذي لا يرضى الله لعبد أن يأتي إليه إلا به. الكفر حيلة شيطانية، البعض من الكفار تدعوه للإسلام حاط في رأسه الصليب، حاط في رأسه بوذا، حاط في رأسه بقرة تحلب كل يوم يعبدها، حتى يفتح الله على قلبه فيزيل عنه كدر الشيطان ووسوسة الشيطان، فإذا رأى بنور وببصيرة ذاق حلاوة الإيمان. ومن هنا هذه الليلة أحبتنا يبشروننا أن هذا الملتقى الجميل وهذه القرية الجميلة الشبابية والتي كان من أهدافها دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، ها هم اليوم يصعدون على هذه المنصة الجميلة، مجموعة تزيد عن 17 مسلماً خرجوا من النار إلى الجنة،
ودحروا الشيطان وتركوا حيله، وها هم يدخلون معنا إخوة، وها هم يذهبون إلى مكة يطوفون بعد أن أزال الله عنهم الرجس والنجس. فلله الحمد والمنة. أستأذنكم في أن ندعوهم الآن للدخول هنا ليعلنوا شهادة الحق ولنحتفي بهم كما يجب. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم قولوا آمين. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، وأسأل الله أن يحرمكم عن النار. استعيذوا بالله من شره، واقرأوا آية آخر البقرة والمعوذات، وأذنوا واقرأوا البقرة في بيوتكم، وعليكم ببسم الله دائما، وإذا عذتم بالله أعاذكم من كيده، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.